مهربو البشر لصوت بيروت انترناشونال، انت وحظك والتسعيرة بالدولار. المغتربون اللبنانيون في كندا مصرون على حقهم في الاقتراع النيابي. على رغم الصعوبات، لبنان يشارك بمعرض 2020 في دبي. أهلا بكم إلى نشرة أخبار صوت بيروت انترناشونال. لقد بدأ عهد الجد بالنسبة إلى حكومة ميقاتي. مسرحية الثقة انتهت، وانتهت بعدها همروجة الزيارة الميقاتية إلى كل من باريس ولندن. وبدء عهد الجد يفترض أمرين: الأمر الأول البدء بمحادثات جدية مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من مأزقه، والأمر الثاني مباشرة التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة. وفي الحالين يبدو نجيب ميقاتي وحكومته رهينة حزب الله. ففي البيان الوزاري كان الكلام على الإصلاح الاقتصادي عاما ومبهما، فميقاتي ووزراؤه يعلمون تماما أن لا رؤية اقتصادية واحدة تجمعهم، فما يؤمن به حزب الله مثلا على صعيد الاقتصادي لا يمكن أن يلتقي مع ما يؤمن به الآتون إلى الوزارة من عالم المؤسسات المالية والاقتصادية. فكيف سيتصرف ميقاتي مع هذا المعطى؟ وهل هو قادر مثلا على إقناع حزب الله بالشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي والمطالب التي يطرحها؟ الأمر الثاني الانتخابات المقرر إجراؤها في الربيع المقبل، فقد بدأت تظهر مؤشرات تؤكد سعي قوى سياسية معنية وفي طليعتهم حزب الله للالتفاف المسبق على نتائج الانتخابات عبر حرمان المغتربين حق الاقتراع. فالحزب يعرف أن لا سطوة لسلاحه خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي هو يخشى أن تصب أصوات المغتربين في غير مصلحته، ما يؤثر على توازن القوى القائم في البرلمان. فكيف سيتصرف ميقاتي في هذه الحالة؟ هل سيكون قراره نابعا من المصلحة اللبنانية ويطبق مقولة لبنان أولا، أم سيحني رأسه للعاصفة فتقلب المقولة لتصبح حزب الله وإيران أولا وأخيرا؟ البداية نتصل مباشرة بالكاتب الصحفي جورج شاهين للحديث عن زيارة الرئيس ميقاتي إلى فرنسا وبريطانيا وإمكانية ترجمة مفعيل هاتين الزيارتين في الداخل اللبناني. أستاذ جورج أهلا بك. مساء الخير أستاذ سلمان ومساء كل المشاهدين والمستمعين. شو تقييمك لزيارة الرئيس ميقاتي إلى أوروبا أو باريس ولندن تحديدا؟ هل كانت على قدر التوقعات المرجوة منها؟ سلمان مثل ما بلشت نشرتك أعطيت عنوان كبير وقت قلت بدأ عهد الجد وانتهت مسرحية الثقة وغيره وغيره. الزيارة أعطيت أكثر مما تحتمل إلى باريس وإلى لندن أيضا، لكنها واجبة الوجوب. كان من الضروري أن يوجه الرئيس ميقاتي رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على كل الجهود التي بذلها لتسهيل الولادة الحكومية، وخصوصا أن ماكرون وسع من إطار اتصالاته لجمع المؤيدين ليس من الداخل اللبناني بل لتوفير الغطاء الخارجي لضمان تشكيل الحكومة، فتوفر للرئيس ميقاتي ما لم يتوفر لسابقه. يعني نعرف أنه الرئيس الثالث الذي كلف بتشكيل الحكومة. نعم. ما هو منتظر ليس من باريس ولا من لندن، المنتظر هو يكمن في الخطوات التي على الحكومة أن تتخذها. الفرنسيون قالوا كلمتهم بالإنابة عن فرنسا، بالإنابة عن الاتحاد الأوروبي وربما المجتمع الدولي، وقالوا للرئيس ميقاتي نحن معكم ومع هذه الحكومة لرعاية خطواتها، لكن عليكم أنتم أن تبدأوا بالإصلاحات. نعم. عاد الرئيس ميقاتي مساء اليوم إلى بيروت وسيبدأ الجد ابتداء من نهار غد. التحضيرات انطلقت لجلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها كما عرفت قبل قليل عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل بجدول أعمال حافل بالاقتراحات. نعم. لعل أبرزها إن كان الأمر جديا هو تشكيل اللجنة الوزارية التي ستكلف بالإقلاع بالمفاوضات التي يجب القيام بها مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة والمؤسسات والشخصيات المدينة بسندات اليوروبون. هذه هي الخطوات. نعم. يعني هذا هو ألف باء
خريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الفرنسية قبل 13 شهرا، ولا بد من الإقلاع من هذه الزاوية بالذات. نعم، المبادرة الفرنسية ما بعد تشكيل الحكومة، هل يمكن أن يكون هناك زخم ما بعد زيارة العاصمة الفرنسية؟ عزيزي، هذا اللي قلته، الزخم نقدمه نحن. خلينا نعود إلى بعض ما جرى في هذه اللقاءات. على طاولة الغداء التي أقيمت للرئيس ميقاتي في قصر الإليزي، تحدث الرئيس ماكرون عن مجمل الجهود التي بذلت في وقت سابق لتوليد الحكومة، ورد الرئيس ميقاتي بسلسلة ملاحظات حول الظروف التي أدت إلى توليدها والمشاريع التي ينوي القيام بها. الرئيس ميقاتي يمتلك العناوين، عناوين الخطة الاقتصادية، عناوين الخطة النقدية المالية. ليس هناك من إجماع لبناني على حد علمي حتى هذه اللحظة على الآليات التي يجب اتخاذها، ذلك أنها المبادرة الفرنسية التي أطلقت منذ 13 شهرا لم تطبق في أي من مراحلها. لكن النية الفرنسية بإحياء هذه المبادرة والاحتفاظ بالخطوات الأساسية التي قالت بها والتي رسمتها خريطة الطريق لابد من أن تبدأ من مكان ما. ليس لا على الفرنسيين ولا الإنجليز ولا البريطانيين ولا أي دولة في العالم أن تطلق برامجها. في حال الحكومة اللبنانية تفضل. في حال على الحكومة اللبنانية أن تطلق برنامجها، وهو ما أكد عليه الرئيس ماكرون الذي أبلغ الرئيس ميقاتي، اطلقوا ماكيناتكم الخاصة بالمفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات، وأنا على استعداد. عندما تطلقون هذه الآلية سيكون لديكم مفدان، باتريك دوريل مستشاره والمكلف في تطبيق مؤتمر ساد السفير بيير دوكان سيكون في بيروت في هذه اللحظة لتقدير حاجات الحكومة لمساندتها بالإقلاع باختصار بالخطة الإصلاحية، ليس لتقرير بشأنها أو الكشف عنها. في حال بدأ لبنان بالإصلاح، هل يكفي الدعم الفرنسي الأوروبي الدولي من دون الدعم العربي أستاذ جورج؟ باختصار لو بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. هناك بعض المشاريع التي تبنتها الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون الذي تبنى رعاية تطبيقها في الطاقة، في بعض المشاريع الاستثمارية في القطاعات الخدماتية، وهو أمر يقتضي تمويلا. لا أعتقد أن الفرنسيين يمتلكون التمويل الكافي. الفرنسيون لن يتوقفوا عن محاولة طرق أبواب الخليج العربي. من دون أموال الخليج ليس هناك أي مشروع كبير. يحتاج إلى مليارات الدولارات. لكن ما هو واضح بأن مسائل رئيس ماكرون لن تتوقف مع دول الخليج العربي، والرئيس ميقاتي له قنوات الاتصال أيضا مع هذه العواصم. وما فهمته كمان أن الدعوة التي تلقاها الرئيس ميقاتي لزيارة الكويت جاهزة، وهناك دعوة أخرى من قطر تحتاج إلى بعض الاتصالات والمشاورات باتجاه قطر. لكن عاصمة الخليج هي الرياض، لا الدوحة ولا الكويت ولا أبوظبي، كلها تدور في فلك الرياض. الرياض باعتقادي ليس من السهل أن تعيد فتح أبوابها، وطالما أنها لم تفتحها من قبل للرئيس سعد الحريري. الرياض لها شروطها، بانتظار لها شروطها، لها الآليات التي تطالب بها، وهي تشبه إلى حد بعيد الآليات التي يطالب بها المجتمع الدولي. الرياض تطالب بسياسة النائب النفس، تطالب بإخراج لبنان من محور الممانعة، تطالبه بالحياد تجاه بعض القضايا العربية الكبرى، ووقف تدخل بعض اللبنانيين في اليمن، في سوريا أو في غيره. وهي أمور رهن أمرين. خط الاتصالات القائم بتعثر بين بيروت والرياض، والأوتوستراد المفتوح بين طهران والرياض عبر بغداد. فأي طريق ستفتح؟ خلينا نشوف الوقت لفتح الطريق أمام اللبنانيين. خلينا نشوف بالوقت القريب. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي جورج شاهين. لم يكتفي اللبناني بتهريب المحروقات والمواد الغذائية برا، بل تعداها إلى تهريب البشر بحرا إلى أرض لا جهنم فيها ولا ذل. انقلبت المعادلة، صارت قمح العسمانة ولا زوان بلادي. هيك صارت المعادلة بوطن الغربي لبنان. الناس عم بتخاطر بالغرق بالبحر حتى تطلع من غرقها من مستنقع الحياة الظالمة.
بعهد الموت البطيء عم يركب اللبناني مركب صغير بركي بيطلع من وسع جهنم للجنة يلي طريقة جهنم تانية. من بعد ما كنا نصدر الفكر والثقافة والفنون صرنا عم نهرب البشر خلصة من لعنة الفيزا وعار الباسبور اللبناني. صوت بيروت انترناشنال وصلت لأحد أبرز مهربي البشر عبر البحر. بدي أسأل أنا عم بي يعني أعطوني رقمك ناس حبايب قالوا لي إنه أنا إذا بدي أسافر من لبنان وما معي فيزا ما معي وراق فيك تساعدني فيها؟ إيه كيف؟ بطريقة غير شرعية عبر البحر. عبر البحر من وين يعني بالأوارب؟ إيه بالأوارب تطلع بأوارب من لبنان على قبرص على إيطاليا حسب لوين فيني أوصل وين أحسن شيء أقرب شيء وأرخص شيء؟ على أقرب شيء قبرص. قبرص التركية ولا اليونانية؟ لا اليونانية. لارنكا فاماغوستا ايانابا ليماسون هيك. طيب كيف يعني بطلع من وين؟ طرابلس؟ من مين طرابلس؟ ما ضروري طرابلس، في عندك طرابلس المون باترون هيك حسب اي منطقة. طيب كيف يعني بطلع بفلوكا؟ بطلع بفلوكا يعني؟ بفلوكا او بلانش سريع او شيء. طيب هو كله على الاغلب مراكب. طب امني ولا انه على انه عم بسمع انه في ناس عم توقع بالبحر عم تموت؟ في شيء اسمه طمع بالمصلحه، في عالم تطمع بالمصلحه. ايه فهمت عليك. اما نحن ما بنطمع بالمصلحه. كيف يعني؟ يعني انا المركب اللي بيحمل 40 بحمله 20 واللي بيحمل 40 بحمله 30 اللي بيحمل 10 بحمله 5. في عندك عالم مراكب بتحمل 5 بحملوها 100. طيب قد ايه كلفتها حبيب القلب؟ يعني انا اذا بدي اروح على قبرص قد ايه بتكلفني؟ انا عندي بيخر 2000 لل 2500 فريش. فريش دولار لك. طب او ما بيوقفنا خفر سواحل هون او عند او بقبرص؟ هلا انت وحظك، ايام بيوقفوا ايام ما بيوقفوا حسب سرعه المركب وحسب هيك. طب اذا وقفوني شو بيصير فيني؟ بيرجعوني يعني ولا بنحبس هنيك؟ لا بيوقفوك كلياتك انت، عم بيوقفوك وبيفلتوك ما لك عليه، انت تعتبر الضحيه يعني في لبنان. بيفلتوني هونيك معلم. رحلة إيطاليا غير، إيطاليا بدك تفوت أول شيء بده يكون قطام 100% اللي بده يطلع هيك مشوار من كبر المسافة الجغرافية اللي عندك إياها. أنت بدك تدخل على بلدين ثلاثة، بدك تاخذ أكل وتاخذ مزود وهيك ومي وترجع تمشي. قدل يعني أنا إذا معي مرة ومعي ولد بتكلفني زيادة ولا هن المبلغ هو زيته؟ لا نحن عم نتعامل على الشخص مع العيلة أخي، على الشخص بس إنه بيزبط لك الوضع بما إنه معك كذا ريكي هيك. هلا بحكيك من رقم الساتيني، هذا الرقم بضل معك تحكيني كل شيء عادي كذا. اوكي اوكي اوكي. يسلموا. يلي بيطلع على المركب بينطروا احتمالين، اما الموت غرقا او العيش بكرامه على يابسه ما بتحكي لبناني. اما يلي بيبقى هون فما عنده احتمال تاني غير الذل. لبنان بلد عم يفضى من اهله، لبنان عم يحتضر. بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة إلى مستويات قياسية، هل يمكن رفع الحد الأدنى للأجور؟ تصحيح الرواتب والأجور في صلب البيان الوزاري لحكومة معا للإنقاذ، ولكن مهلا، عن أي تصحيح تتحدث الحكومة؟ فالموظف الذي كان يتقاضى 1,500,000 ليرة أي $1,000 على أساس سعر صرف 1,500 ليرة بات راتبه اليوم $90 على سعر صرف 16,000 ليرة للدولار. وبحسب دراسة اقتصادية فإن الحد الأدنى للأجور البالغ 675,000 ليرة لا يساوي سوى ثمن 3 صفائح بنزين. بالأرقام تفويلة سيارة كل أسبوعين ب500,000 ليرة يعني شهريا 1,000,000 ليرة. مليون آخر كلفة اشتراك 5 أمبير مع أحد أصحاب المولدات. أدنى مصروف يومي هو بمعدل 150,000 ليرة أي 4,500,000 ليرة في الشهر، بما مجموعه 6,500,000 ليرة الكلفة شهريا من دون احتساب الهاتف والخليوي وفاتورة كهرباء الدولة وأدوات التنظيف وأقساط المدارس والثياب وصيانة السيارة والضرائب. أي إن كل عائلة تحتاج فعليا إلى ما يقارب 11 إلى 15 مليون ليرة شهريا إذا أرادت أن تأكل خبزها كفاف يومها. هذه الأرقام تفرض أن يتضاعف الحد الأدنى للأجور 10 مرات، وبالتالي منطقيا يجب أن يكون بحدود 10 ملايين ليرة. فهل بمقدور الحكومة السير بهذه الحسابات في أي عملية تصحيح للرواتب والأجور؟ أمام هذا الواقع يستعد وزير العمل لإطلاق عمل لجنة المؤشر قريبا، في وقت ترفض الهيئات الاقتصادية هذه الزيادات وتتحدث عن تسجيل خسائر،
كل ذلك وسط تحذيرات من أن أي زيادة ستؤدي إلى تضخم وستعني طبع مزيد من العملة، إضافة إلى تداعيات مستقبلية على التعويضات ونهاية الخدمة. في المحصلة، المعركة من المفترض أن تنطلق خلال وقت قصير، والنتائج محكومة بالفشل سلفا، لكنها قد تكون رشوة المنظومة على أبواب الانتخابات النيابية. المغتربون اللبنانيون في كندا يطالبون بحقهم في الاقتراع البرلماني. صحيح أنهم يعيشون بعيدين عن لبنان، لكن ورغم ذلك تعنيهم الحياة هناك. في كندا عشرات آلاف اللبنانيين الذين يعيشون في رحاب هذه البلاد الواسعة، ولكن للبنانيين هنا أهل في الوطن، وللبنانيين هنا صوت يرغبون بأن تسمعه الطبقة السياسية في لبنان جيداً، وبالتالي هم يرفضون إمكانية حرمانهم من حقهم بالتصويت في الانتخابات النيابية المفترض إنجازها ربيع العام 2022. عم ننتخب هون بكندا لأنه بس حاملين الجنسية الكندية، كيف ننتخب بلبنان بلدنا؟ هيدا حقنا، هيدا ما حدا بحق له يصدر لنا رأينا، لازم نعبر عن رأينا ولازم ننتخب كرمال نغير هالطبقة اللي حاكمة لبنان اللي نزعته كلياته للبنان ما خلت شي فيه. كثير من اللبنانيين المقيمين هنا يحملون الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية هجرتهم، وهم يغتنمون الفرص لإحداث التغيير في بلدهم. أكيد بيعني لي لازم كنا ننتخب، لأنه أنا أول شيء أنا كمغترب لبناني بكندا صار لي أنا سنة وثلاثة أشهر جيت من وراء الوضع، وهن اللي عملوا فينا هيك مصوا دم العالم كله، وهيك نحن جينا من وراء الشغلة، فلازم طبعا كنا ننتخب حتى نغيرهم ونشيلهم بقى من الكرسي اللي قاعدين عليها. حتى الآن لم يحسم موضوع تصويت المغتربين بعد، لكن الأكيد أن عدداً كبيراً من اللبنانيين في الخارج لن يقبل من أن يحرم من حقه الدستوري، خصوصاً وأنهم يدفعون في الغربة ثمن إنجازات الطبقة السياسية في وطنهم. لبنان سيشارك بمعرض دبي 2020 بدون أي تكلفة للدولة اللبنانية. 192 دولة في العالم ولبنان واحد منها ستشارك في أكسبو 2020 الذي سيقام في دبي في تشرين الأول من هذه السنة لتعرض أهم ما عندها من منتجات وخدمات واختراعات لتسوق لبلدها بأفضل طريقة ممكنة ولمدة 6 أشهر بهدف تحسين اقتصادها وتطويره. أكسبو 2020 هي فرصة لإعادة تنشيط العلاقات الدولية والتجارية وتنشيط الأعمال على الصعيد العالمي. واجه لبنان الكثير من الصعوبات للمشاركة بهذا المعرض الذي كان مقرراً عقده في 2020 وتأجل بسبب جائحة كورونا وانتشارها، فكانت الدولة اللبنانية قد خصصت 5 ملايين دولار للمشاركة، ولكن كان ذلك قبل انهيار سعر صرف العملة واستنفاذ مصرف لبنان لحساب العملات الأجنبية لديه المكون أصلاً من أموال المودعين. واليوم عند عودة التحضير للأكسبو قرر لبنان عدم المشاركة لتعذر التمويل. انطلاق من هنا قررت دولة الإمارات تقديم بناء الجناح كهبة منها شرط تكفل الدولة اللبنانية بناء الديكور الداخلي. عنده مشكل أنه يلاقي أسواق جديدة وين في يصدر منتجاته بوقت نحن بحاجة أنه نجيب دولارات من الخارج، وفرصة كمان إذا أحد إذا بدك العوامل اللي يمكن تساعد أن نستقطب استثمارات تكون ضوينا على المنتجات والخدمات يلي في قدموها اللبنانية من جهة، ومن جهة تانية منكون ساعدنا نلاقي أسواق جديدة. مجرد وجود لبنان هناك بيعطي دفع جديد لاسم لبنان والبراند اللبناني يلي هو عادة كان عطول محط ثقة تأثر بشكل كتير كبير بعد الانهيار اللي صابنا. نظرا لأهمية المعرض العائد على لبنان بإدخال الفريش دولار في حال مشاركته، قررت وزارة الاقتصاد عبر مديرها العام محمد أبو حيدر عقد شراكة مع القطاع الخاص تحديدا عبر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان حتى تمول الأخيرة تصميم وتجهيز وتشغيل الجناح اللبناني من دون تكليف الدولة اللبنانية شيئا لضمان مشاركة لبنان في المعرض، لأنه المنصة المثالية لإطلالته على العام والترويج لمنتجاته وخدماته واستقطاب رؤوس أموال جديدة. إن مشاركة لبنان في هذا المعرض الدولي وخاصة في دبي يشكل شعلة أمل في عتمة الوطن الذي يعاني الكثير من الأزمات والمشاكل، ويؤكد على قوة وإصرار بلد وشعب في مواجهة أكبر الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. طفل الأنبوب بين التقدم العلمي والرأي الديني وتقاليد المجتمع. تهدف عملية أطفال الأنابيب على مساعدة المرأة كي تصبح حامل،
بتم القيام بهيدا الإجراء لمعالجة مشكلات العقم المختلفة. عملية طفل الأنبوب هو لتحقيق حلم الأمومة والأبوة، فبعد سنين طويلة من الحرمان لهذا الشعور تفرح العائلة بهالحل. فكيف بتتم العملية؟ وشو رأي الدين بالموضوع؟ الأسباب اللي بتكمن خلف مشكلات العقم ممكن أنه تصيب المرأة، أولاً من خلال تقدم المرأة بالسن دون إنجاب، ثانياً أضرار أو انسداد بالأنابيب أو التهاب بطانة الرحم. أما بالنسبة للرجل، ممكن أنه تكمن الخصوبة لدى الرجل وانخفاض بكمية الحيوانات المنوية، ويمكن أنه يكون هنالك عدم القدرة على الإنجاب دون وجود تفسير لذلك. تقريباً 5-10% من الحالات اللي عم بينجبوا معقول يكونوا لاجئين لتقنيات المساعدة للحمل، إذا كانت تلقيح اصطناعي ولا عملية طفل أنبوب. حوالي 5-10% من الكابلز معقول يعانوا من مشاكل العقم ويلجأوا لها التقنيات. إجراء الإنجاب من خلال طفل الأنبوب له أبعاده الدينية، وبتختلف الآراء بين الطوائف، فإما الأحكام الدينية مؤيدة بشروط أو ممنوعة حتماً. الرأي الفقهي واضح في هذا الموضوع، أنه لا إشكال في أخذ النطفة من الرجل والبويضة ووضعهم في أنبوب، والطفل الذي يأتي هو منسوب لأبويه، ما في أي مشكلة بهذا الجانب. أنا بقول عن الرأي الكنيسة الكاثوليكية بهذا الموضوع شغلة أساسية. الكنيسة بشكل عام منا أبداً ضد أي تطور وأي تقدم يساعد بأنه الإنجاب يقدر يوصل بطريقة طبيعية. مشان هيك اليوم الكنيسة ما بتقبل أبداً بالإخصاب الاصطناعي يلي فيه ينتجون عدة أجنة، يختارون بين هذه الأجنة، بياخدوا يلي هو منيح وبيكبوا يلي منه منيح، أو إذا صار في زيادة بالعدد يتم تجليده. وبعدين إذا ما في مشروع والدي، يعني ما بدهم الأهل يجيبوا ولد بعد أكتر، بيصير إما بيعطوا له كوبل تاني، إما بيكون للتجربة، وإما بتلفوا. تمار تجوزت كان عمرها 30 سنة وما كانت تفكر إنه بدها تتجوز، ولكن كان عندها حلم الأمومة، وبدأت تكتشف بعد 6 أشهر من زواجها ومحاولة للحمل أنه في شي غلط. واجهت المجتمع وقررت تخوض فرصة أنه تحصل على ولد من خلال طفل الأنبوب على الرغم من الصعوبات يلي ناطرتها. نزلت لعنده عمل لي فحوصات، قال لي أنت التشانس حتى تحبلي لحالك 2% مخزوقين الأنابيب تبعولك، عندك بس الإنفيترو. كانت النتيجة يلي حلمت فيها تمار طوال 3 سنوات من المعاناة والأمل المعلق بطفل الأنبوب. بلد تمار حققت حلمها وصارت أم، كبر ابنها وصار عمره 3 سنين، وبتحمل رسالة لكل أم من خلال تجربتها بطفل الأنبوب. ما تسمعوا شو بيقلكم المجتمع، لأنه لو شو ما عملتوا ما فيكم ترضوا المجتمع. بهالتقنية المساعدة للإنجاب من خلال طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي تخلق مساحة أمل وهدف لكل ثنائي وكل زواج بتشكيل أسرة. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، على فيسبوك راديو صوت بيروت، بيروت سيتي، وإنستغرام SBI نيوز وبيروت سيتي، وعلى تويتر صوت بيروت، ويوتيوب SBI صوت بيروت انترناشونال. كما تتابعون أحدث الأخبار والتقارير على موقعنا صوتبيروت.com. إلى اللقاء، وبهذا نأتي إلى ختام النشرة.